سريعا فقره تحدي فاتيكا جيلو ونشوف السؤال الاول. مين بطل كاس العالم للانديه 2008؟ 2008 برشلونه. مش فاكر 2008. استنى، هو في الدوري الانجليزي. تشيلسي. ايه، مانشستر يونايتد. صح. اربع فرق ناديين، ثلاثه جامد. هم كسبوا بعض. لا، لعبوا في روسيا وكسب مانشستر. اربع فرق تاريخيا ظهروا في نهائي كاس العالم للانديه من بره اوروبا وامريكا الجنوبيه. من بره اوروبا وامريكا الجنوبيه. مازيمبي. واحد. اتحاد جده. لا. السد القطري. لا. مازيمبي. صح. من بره الهلال. لا لا. العلامه اسمه النصر. لا. خلينا سهله. الثاني فرقه من المغرب. الرجاء. اثنين. ماشي. صح. التالتة فرقة من اليابان. لما اتلعبت في المغرب. صح. من اليابان. يوكوهاما. يوكوهاما الياباني. يوكوهاما الياباني. لا مش عارف. كاشيما. سوزوكي. كاشيما. الأخيرة من الإمارات. العين. صح. أنا كسبت الدور. دي المشاركة الكاملة الأهلي في كأس العالم للأندية؟ الرابعة. الرابعة. أه. برافو عليك. غلط. ها؟ دي الستة.